هل نشوف تقرير مباراه الفريق الاتحاد اليوم اللي فاز على بيروز الايراني؟ نتابع التقرير ثم نعود. اكمل العميد عزف سلم السيمفونيه السعوديه في ليالي تالق اعادت للكره السعوديه شيئا من هيبتها. الاتحاد يواصل المشوار ويصل الى دور الثمانيه من دوري ابطال اسيا. محمد فوزي تعرض لإعاقة داخل المنطقة المحظورة، والحكم يحتسب ضربة جزاء يتقدم لها نايف هزازي، ونمر الاتحاد يضعها بهدوء على يسار الحارس. محمد فوزي يحضر من جديد ويرهق الدفاعات الإيرانية لتصل الكرة لعبد عطيف، والذي غمزها إلى محمد فوزي وهو الآخر بدوره وضعها بكل سهولة في الشباك هدف اتحادي ثاني. حسني عبد ربو يقف على تنفيذ كرة ثابتة ويسددها بإتقان، لأن الحارس يتدخل، لكن عبد عطيف يتابع جيدا ويضع ثالث البصمات الاتحادية في هذا اللقاء. مبروك للعميد وصوله لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا، وبحول الله نشاهد هذه البطولة يرفع لقبها بأياد سعودية. فاصل قصير، بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.